الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده نحمدك يا ربنا حتى ترضى ونحمدك إذا رضيت ونحمدك بعد الرضا فلك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره فالحمد لله أولا وآخرا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد خبركم أحوات خبركم أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيلوم درسنا إن شاء الله تعالى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إيو خمتي سمنا ومدبنا لومي حديث مبل أربعان حدا مبل أربعان كلتن كنوسدينا حديث مبل أربعان حدا حديث ضعيف سلزخونة أو خلنا خنتوصينا ضعيف كمخانو دمانا خنذكرينا دهريو أفتي حديث مبل أربعان كلتن من تخنأتو الحديث الحادي والأربعون يقول حديث مبل أربعان حدا نبل عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا حديث زي الحافظ الإمام ابن رجب حديث صحيح حيكون يبل كمون الشيخ الألباني لذا حديث زون كونوا عيكونا إلهم لذا حديث زي درجاناته تحوت كمخانو سلذا حبروا كنتو انتو لو رأي دلينيو مخنياتو أفتي قنوع حديث أفتي صحيح زخون حديث أخل نزل نقر زي زعطسو سلزلو نتي حديث ضعيف جزي ختحلفو اللون آي دلينيو وإن كان قال العلماء طبعا كم كنا حديث غيرهم أغربهم مخونه لكن هذا حديث زي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ولا أنت معنى ناتو ويتترقب ناتو قنع يخون الأنبر قن كأفتي أما تسعى ناتو بقنع من قدس لزيمة ثم علماء نزا حديث زي حديث ضعيف لمو مخنياتو أمون قطم زم حلال فوه راوي ضعيف سلزلو نعيم بن حماد زبهل أبتي مصنع ناتو أفتي حفظ ناتو دخمت سلا زنبرو كافتهم ضعفاء سلا زغطر سلا زي علماء نزا حديث زي أي تقبلون مالتيو دخوم حديث وكا ضعيف حديث لهم أترفهم مالتيو سلا زي إن شاء الله أفتي بدحر يزبط حديث حديث مبل أربعة كلتان غناتوينا أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.